هي الصحه وتجمع الشباب نتاعنا باش ما يديرش حوايج اخرى. وحنا رانا راك ما طولتش رايحين نردوا لدينا يعني ورده بصح ما نخونوش الامان، ما يحش ردوها ورده لان خمس سنين قليله والوسائل محدوده، نديروا قدر المستطاع باش نعاونوا. ولكن اذا ما عاونتوناش رانا مع بعض نكونوا هذه الصراحه تشوفوها في المستقبل وتكون لقاءات اخرى ان شاء الله باش نتعاونوا وردوا المدينه تاعنا اللي راهم يغيروا منها ويحبوها الاجانب ويحبوا نهارنا. فنتمنى ان شاء الله تكون في المستقبل يكون ظاهر والرياضه تاعنا تكون ظاهر وزيدوا برمجوا لقاءات اخرى باش نكونوا معكم بارك الله فيكم. احنا عندنا واحد هنايا ما نهضروا على الدوره ما نهضروا على استعارف انا وظهرن دافع على هذه بلديه وهران سواء في جمعيه وهران او مديريه وهران دافع عليها ودافع عليها بالدم ودافع باش اسمها يكون عالي. وسمعنا باللي البلديه ولا المجلس الشعبي الولائي باغي يعاونوه ماذا بيا مادام رحنا وراه راه يعاني شويه ويلا له كلمه هكا تشجيعيه منكم ماذا بينا تقولوا له كلمه ولا تقولوا له حاجه تفرحه للمستقبل. هي شوف غير باش يتكلم يسمع لي سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي هو قال لك يعني لكل مقام مقال. انا اللي كلف سي حسام يجي ويجي لنا بعد الملف ويعطي لي وانا نتكلم بالقضيه اللي قلتها لسي حسام. خونا وحبيبنا ورفع الرايه الوطنيه نعاونو. بالمناسبه باش مادام خصصتو ودتنا وحرشتنا سي عريف راه انشغالنا ورانا قلنا رانا باش ما ندخلوش في التفاصيل. قضية تاعها راه قضيتنا وراهي مطروحه وان شاء الله ان شاء الله. ما نكثرش عليكم غادي نفوتوا الكلمه السيد الرئيس ماشي ختاميه باش ثاني تعاونوا الشكر ان شاء الله تولي كما كانت في واحد اختبار كبيرة. نلقي فيها كل الطاقات من الشباب من المثقفين من الطاقات سواء من كل الميادين. وعلى هذا نشجعوا مثل هذه التظاهرات ونوعدوكم باللي نعاودوا نعطوها أهمية أكثر بزيادة التنسيق مع اخ مدير الشبيبه والرياضه اللي راه يسهر وراه يسهر يوميا على تنشيط القطاع قطاع الرياضه. حنا نعملوا اليد في اليد لان بمساعدتكم انتم كذلك باش تنظموا اموركم باش تساعدونا وتسهلونا المهمه. حنا من ناحيه الدعم المعنوي انا معكم 100%، من ناحيه الدعم المادي كما تفضلوا اخوه سيمفونيك حسب الامكانيات ما نبخلوش عليه. رانا نوفروا حتى امكانيات اللي ماهيش موجوده نحاولوا باش نلموها ونوجهوها للشباب لان الشباب كما يعرف الجميع يمثل نسبه كبيره من المجتمع الجزائري. هذا اللقاء سعيد وراه زاد كان اسعد من حضر السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي وسيد رئيس الدائره وهذا يوري مدى الاهتمام نتاع السلطات المحلية الإدارية ولا المنتخبين بالفئة الشباب وخاصة بالرياضة ورياضة رياضة الأحياء لأن رياضة الأحياء هي الشريان نتاع المجتمع. أن في رياضة الأحياء نقوم كل الشرائح ومن خلالكم راه تفضل سيد رئيس بلدية باش تطرح بعض القضايا اللي نحاولوا نعالجوها لأن الرياضة هي تربية وتقوية الجسم ومحاربة الأوساخ والقضاء على الأوساخ تدخل في نفس المرسية. أن واحد يدير رياضة باش يصلح سمات باش يحارب الأمراض حتى عن طريق محاربة الأوساخ. في مثل هذه اللقاءات نحاولوا باش نوعوا بعضنا ونزيدوا نحاولوا نعالجوا الأمراض اللي راه موجودة في مجتمعنا من كل الجهات باش ننموا المجتمع وننموا هذه الولاية مجموعين. ونشكر كل الإخوة اللي نظموا هذه التظاهرات اولا في الاحياء وهذا اللقاء اللي سهروا عليه واللي وفرتوا لنا الجو احنا باش نتلاقوا معكم. الفضل يعود لكم انتم اللي نظمتوه.
احنا رانا حاجه اللي نقولها لكم وناكدها هو احنا رانا في خدمتكم بكل ما تكون حاجه لصالح المجتمع نسهروا عليها نسهروا عليها رانا وسمحوا لي نقول هذه الكلمه بلا مزيتنا المهم تكون لصالح المجتمع وشكرا. I'm going to go to the hospital.
محمد هذا يتعلقوا كاع حنا المرمى عندي ذمو هذا غادي يتعلق ايش اخويا ليش يحيى العدل I'm gonna make it.